لسه شويتين علينا، لكن جميل ان احنا نفكر من دلوقتي في الصناعه. لكن انا بتكلم دلوقتي احنا في ازمه الطاقه، احنا النهارده وفي عز الشتاء والكهرباء بتتقطع عن البيوت، يبقى لازم نحسبها صح. هو ايه اللي جرى في البيوت؟ من 4 أيام ولا 5 أيام وزير الكهرباء اعلن، دي ارقام، قال ان في 22 الحمل الاقصى، مش حمل الاقصى اللي هو الانتاج، الانتاج كان حوالي 20,000 والتحميل 2300 ولا 2400، والحمل الاقصى اللي هم انتجوه 22,000 وشويه. مش بيوصل 30,000 دلوقتي؟ لا، ما انا بقى اترجم لك دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي 32,000 الكباسيتي، القدره بتاعت محطات الكهرباء القصوى، القدوه القصوى الاسميه. الاسميه، القدره الاسميه بتاعت جميع المحطات الكهرباء، يعني السد العالي مثلا اقول 2200 2400، المحطات الكهرباء مثلا الكريمات اقول التوتال بتاع مثلا 3000، هي دي القدره الاسميه. الحقيقه طبعا مش كده، الحقيقه انه عندي اثنين رقمين، رقم الاولاني وهو الاهم جدا هو الحمل الاقصى في مصر قد ايه. الحمل الاقصى ده وصل كان في الصيف قرب على 28,000، يعني انا لو 32 نزلوا 28 عادي مش هيحصل مشكله، هيبقى عندي 4000 يعني سيف. يعني اللي حصل انه وصل من 4-5 أيام ل 20,000، وده اللي خلى ان الحمل في الشتاء واللي هو مش كبير قوي يعني اقل 22 وشويه، وده حمل مش ضخم قوي يعني، انه يضطر انه يعمل تخفيف احمال بمقدار حوالي 2400 ميجا وات، ويقطع الكهرباء في الشتاء، وقطع امبارح ومستمر في هذا الخط. يبقى معنى كده ايه؟ ان قدراتي على الانتاج الكهرباء الحقيقيه اقل بكتير قوي، من 32 ل 20، يعني 12,000 ميجا وات مش شغالين. يعملوا كام دول؟ حوالي 40%، ما يقرب من يعني 40% من كهرباء البلد دي ما مش مستفيد منها. لو انا كنت مستفيد منها ما كانش حصل عندي ازمات. والرقم على فكره الكاباسيتي العاليه دي ده رقم كويس جدا، يعني ان مصر يكون عندها 32,000 معقول. طبعا عايزين نزيد كل سنه، بس 32 ده رقم كافي انه يغطي البيك اللي هي يمكن 28 واللي هتزيد قطعا السنه الجايه واللي وراها اذا كنا عايز اعمل استثمار وتنميه. طيب يبقى ايه الاسباب بقى؟ ايه اللي خلى ال 20,000 اوصل ل 20,000؟ احنا 90% من كهرباء مصر جايه من الغاز الطبيعي ومن السولار والمازوت، 80% غاز طبيعي 10% سولار ومازوت. الغاز الطبيعي و10% التانيين الفاضلين دول سد عالي مياه وحاجه بتاعت 1-2% اللي هو الرياح والشمس، حاجه لا تذكر يعني. طيب اذا طب 90% ده هم دول الاساس، دول جايين بقى منين؟ مينلي الاساسي هو الغاز الطبيعي. طب الغاز الطبيعي ده ايه مشكلته النهارده؟ من سنوات قليله مش بعيده الحقيقه، كنت داخل في ديالوج صحفي سيء يعني بيني وبين وزير البترول سامح فهمي الصاب، اللي انا بقول ده هذا بني ادم اضر مصر ضرر بالغ حقيقي يعني، لان الراجل ده كان بيدي ارقام خزعبلية، ارقام غير حقيقية، وكان بيتكلم على طول على انه 40 سنة البترول والغاز قاعد. انا كنت يعني بقول ارقام متواضعة، بقول لا هي 10-15 سنة الغاز الطبيعي والبترول خلص فعلا، وابتدينا نستورد من 2008 واحنا بنستورد منتجات البترول. بنصدر بترول خام على فكره، ده زي قلتها، ومش احنا اللي بنصدر بالمناسبه، اللي بيصدر الشركات. برافو، هو اللي واخدين تقريبا 50% من الانتاج. طب يبقى انا بستورد، يبقى انا دلوقتي لما بيخلص الحاجات دي بستورد بارقام قد ايه، بفلوس قد ايه؟ طيب مفيش، الغاز الطبيعي مش كافي، تروح وعامل ايه؟ تقف المحطات، تقف الكهرباء. بالمناسبة أنا أشكك لما هو بيقول الحمل الأقصى، يعني مثلا من 4-5 أيام بيتكلم على الحمل الأقصى 22,800 ولا بتاع،
انا اشكك في هذا الرقم لان الحمل الاقصى في مصر المفروض يكون اعلى من كده بكتير، ولكن اللي حصل ان هو عمل اتفاقيات مع بعض المصانع المستهلكه للكهرباء بان هو مش هيقدر يديها كهرباء كده على طول. اللي حصل ان الدولة اللي هم شركات قديمه وبتاخد على طول خيارهم حاجتين، يا اما هتاخد الكهرباء بالتوقيت اللي يعجبني انا، يا اما انت تصرف وجهات لك جديد. وكل المصانع الجديده دلوقتي بيقول لها اتصرفوا انتوا في الكهرباء بتاعتكم. طيب خلينا في المصانع القديمه وبالذات مصانع مثلا حديد الصلب او الاسمنت او غيره. طيب المصانع دي بقى يقول لها ايه؟ يقول لها ابتدى يعمل اتفاق معاها انه 8 ساعات بالذات فتره الذروه اللي هي تبتدي من بعد الظهر كده لحد الساعه 12 ايام الصيف، خلى المصنع يغير الشيفت بتاعه ويلغي شيفت كامله عشان يوفر برضه اجره العمال 8 ساعات يوقفهم. لو انا هحسب بقى البيك فاليو على دي يبقى الرقم بتاع اللي بنقول عليه 22 ده لا رقم حتى مش سليم، وده كله ده هيضر على الاستثمار. يعني النهارده لما انا اوقف تلت انتاج، اوقف شيفت يعني 8 ساعات تلت الوقت انتاج مصانع اللي هي بتشتغل 24 ساعه، يبقى على طول تلت الانتاج قل، وهو اطلاقا بيبقى اكتر من كده لكن هنقول هو ده التلت. اذا انا عندي مشاكل كبيره، المشاكل دي بالايه؟ بالالافات. انا عايز كل سنه 3000 ميجا وات زياده احطهم على الشبكه. هجيب منين 3000؟ الحقيقه انا بس دي يمكن هيجي وقتها عشان ندي فرصه للاخرين. انا حللت قرارات مجلس الوزراء على مدى الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، والحقيقه جزء منها انا رفضه تماما، وجزء منها بقول يعني هو مجبر، وجزء مؤيده. لما يجي فرصه هنتكلم كده، لكن الخلاصه نوصل نقول ايه؟ ممكن نتكلم يعني مفيش مشكله يعني. انا عايز بس ادي فرصه لزملائي عشان يتكلموا يعني حاجه. بس اضيف نقطه صغيره بس. لا معلش، اتفاق على استهلاك كهرباء ان المصانع تعمل الصيانه بتاعتها في فتره الصيف، يعني في صيانه سنويه بتتم في المصانع، فهو بيطلب منهم ان هو تتعمل في فتره الصيف. الشتاء قصدك؟ لا، الصيانه فتره الصيف عشان يبقى ما فيش شغل المصنع، فما يبقاش فيه احتياج طبعا. لا معلش، هظبط الحته دي مع رؤوف. لا معروف دايما ان الوقت اللي هو فيه لو بيك فاليو اللي هو ما فيهوش استهلاك كبير هو ده اللي بيتم فيه صيانه المحطات او صيانه المصانع زي مصانع اسمنت الحديد والحاجات دي. انت عايز يقول يعني استفيد بالثمان ساعات اللي ضايعين واعمل صيانه بس هو ده المنطق اللي يقول كده؟ انا عندي مصنع يقدر يشتغل 24 ساعه اوقفه 8 ساعات عشان مش لاقي كهرباء، واقول له بقى استفاد بقى في 8 ساعات تعمل اي حاجه، العب كوره حتى ولا بتعمل اي حاجه. فلا، مجلس الوزراء عمل عده قرارات. اول قرار وهو كان اختارهم استيراد الفحم. في الاول عمل حاجه يعني انا اقول مش رافضها 100%، يعني ممكن ما احبهاش بس ممكن، وهي ان في المصانع الكثيفه الاستهلاك اللي محتاجه لنوع معين من الغاز اللي ينفع بيه الفحم زي الاسمنت، قال استورد الفحم انت واحرقه، والغاز اللي عندك ده طلعه واستخدمه، غاز سخن طبعا، واستخدمه في الصناعه بتاعتك. هو قبل كده كان بيعمل ايه؟ كان قبل كده بيستخدم الغاز الطبيعي بشكل مباشر في الصناعه. طبعا لما غاز طبيعي يعني بينقص على طول الانتاج الكهرباء يعني. فده حل، وقلت يعني، وده على فكره شغال دلوقتي، الحل ده موجود دلوقتي وبسمع عنه تقارير بالظبط كده زي ما بيقولوا بالبلدي المصري مهببه مش كلمه. لا لا كالون، هو فحم اسمه. ايوه لا هو كده، ان بعض الزملاء راحوا دخلوا في الحته دي وطلعوا مهببين حقيقي. لكن القرار ده هقول ايه؟ طيب ده مثلا هيمشي على صناعات محدوده زي الاسمنت يمكن السماد، لكن ما ينفعش للحديد والصلب، الحديد والصلب لازم غاز طبيعي، ما ينفعش الحاجات دي. طيب جه الخطوه الثانيه بقى اللي هو من اسبوع كده، قال لك لا احنا هنعمل محطات كهرباء
بالفحم. وهنبتدي عمل خطة كده قال 13,000 ميجا وات من الفحم بسنة 2027. نسي انه لو هو هيعمل 13,000، 13,000 دي رقم كبير برضه، ده يعني تلت الكاباسيتي اللي موجودة، او اقول اكتر من نص اللي بينتج فعلا، رقم ضخم يعني. لكن ده محتاج بقى فحم قد ايه؟ 130 مليون طن في السنة، 130 مليون طن في السنة. بالمناسبة المحطة النووية بتكلم على 25 مليون طن في السنة، شايف 25 مليون طن، وده لا ايه ده 25 طن، سوري المحطة النووية 25 طن والفحم 130 مليون طن. 25 طن في مقابل 130 ألف ألف ده 2000 يعني 6 صفار جنب ال 130 والتاني هو 25 لو هي بتكلم على الطن. إذن اللي أنا عايزه من الفحم بقى، وده لحد دلوقتي مش شايفه السيد رئيس الوزراء، ما هو شايف إن إحنا داخلين على عصر إذا كان فعلا عايز تعتمد على الفحم فأنت هتحتاج إلى أرقام خرافية من الفحم كل سنة. هل إحنا عندنا البنية التحتية اللي تتحمل هذا الفحم؟ ولا إحنا الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي سهم الطاقة من الفحم في الطالع، العالم كله في النازل، إيه اللي إحنا هنبقى أول دولة في الطالع. بالمناسبة إحنا لسه يعني قدامنا 4 سنين على أول محطة تشتغل، وده عيب آخر. يعني أنت سيد رئيس الوزراء أنت عايز تجد زي ما أنت عمال تقول أنا عايز أجد حل للصيف اللي جاي يعني كمان كام شهر، طب هو الحل ده أنك أنت هتعمل محطة فحم بعد 4 سنين؟ طب ما المحطة النووية بتاخد 4 سنين إذا كان يعني ده التفكير. الحاجة طبعا الأساسية أنه مصر دولة على قدها فقيرة، الفحم ده أنواع مختلفة، كل واحد شوية يقول لك ألمانيا 40% من الطاقة بتاعتها من الفحم، ده صحيح، أمريكا كمان، الصين طبعا أكتر، بس تعالى بقى بص النوع اللي بتحرقه ألمانيا، النوع الفحم اللي بتحرقه ألمانيا اللي هو الهاي كواليتي بتاع الفحم اللي تلوث فيه أضعف ما يمكن. طيب مصر هتشتري ده؟ مصر هتقدر تشتري ده؟ لا، لانه لو هي اشترت ده احسن لها تروح تشتري الغاز الطبيعي، يبقى انا كده اشتريت حاجة غالية جدا. لكن مصر مش هتشتري النوع ده، هتشتري ارخص نوع اللي هو زي بتاع الهند، هند اروح عندها اللي هو الفحم الرخيص ده اللي هو كله زي ما بيقولوا اشز، يعني العربي مش عارف ايه يعني، يعني تراب يعني، حاجات رماد يعني اللي هو فيه تلوث عالي جدا. طبعا سيد رئيس الوزراء كل شويه عمال يتكلم على لا ده احنا وبتاع البيئه، غريب ان بتاع البيئه، تعرف طبعا ان هم اكبروا جبنا الدكتوره ليلى اسكندر لما كانت ماسكه البيئة وكنا في نفس المكان ده ولا تحت، وشنت حمله على استيراد الفحم والدرجه يعني انا حسيت كده الاستيراد ينزل في الشارع تصرخ وتقول مش عايزين فحم. وهي حطت استقالتها على الموضوع ده وهم عشان كده عملوا حل ظريف وهي قبلته على فكره انه نقلوها في وزاره ثانيه، حسيت انها غلبانه بس هي كانت يعني وقف موقف كويس لكن رخت في ما قدرتش تقف قدامه يعني، وخاصه ان يعني مش شايفه في وعي لا اعلامي قوي كافي بمساوئ الفحم ده ايه، ولا حد بيتكلم فيها. ده بيطلع لك ده يبين بيتكلم باسلوب جميل كده وبرضه بنفس الطريقة ان ما بيجيبش اتنين في وقت واحد، يعني فين وفين على ما بيجيب اتنين في وقت واحد. طيب بعد كده انه يسمع السماح بالقطاع الخاص انه يعمل محطات للشمس والرياح، وزي ما احنا شفنا حديثا، اول حاجة طبعا وده قرار اخر وانا مؤيده في القرار ده اللي هو رفع الدعم، لان كان لا يمكن مصر هتقدر تكمل في الدعم، كانت صعبة. مع يعني ألوم إن الأسلوب اللي ابتدى يتعمل في رفع الدعم ده لا دعم الطاقة ما هو كان أنت عارف الطاقة كانت بخمسة ساغي الخمسين كيلوات الأولانية، وكان معظم الناس بيستهلكوا 50 كيلوات، فكان مبلغ لا يسقط ماشي، هم احتفظوا بدي زودوه بس ال 11 قرش 8 ساغ يعني زودوا شوية
ما زودش زاد، لكن قال لك ايه على مدى 5 سنين اوصل رقمه الحقيقي اللي هو هو بيقول 40 قرش ماشي يعني مش هنخش في التفاصيل، لكن هو كان لابد ما كانش هيقدر يستمر كده. لكن انا بس بقول ان قبل ما انت تعمل دي اعمل السمارت كارد، ولازم تدي للفئات الغلبانه نسبه معينه زي بطاقه التموين او الحاجات دي، هي بحيث هو ده دعم، يبقى دعم شويه بشويه برضه. عشان لكن ده هو بقى جاب في الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح الاول قعد يقولوا هنحط قواعد الفلوس كام، فقالوا في الاخر 80 قرش تقريبا الرياح اب تو 120 قرش الطاقه الشمسيه، وقالوا هننظر في الرقم ده بعد سنتين. انا اجزم وبقول لك ايه تتكتب عليا من دلوقتي انه بيهرجوا، لان هذا الرقم صحيح هو مرتين ثلاثة الرقم التكلفة الحالية للكهرباء، لكن انا بقول لك لا، الشمس والرياح اكتر كتير من الرقم ده. هنشوف بقى رؤوف هيقول لنا ايه عشان هو هيحاول يدافع شوية. لا مش هدافع. طيب مش هدافع ماشي. طيب لان الرقم اقل بكتير من اللي بيقوله. لما بتحدد اللي هو ايه؟ 120. وبعد كده لا بتقول لك ايه، شوف الذكاء. كمان سنتين هنعيد النظر. طب ما هو اصلا اي محطة طاقة شمسية ولا رياح هتاخد لها سنتين على الاقل او ثلاثة، على ما يبقى على ما تخلص المحطة دي انت لا بعت ولا اديت اي حاجة هغالك بقى السعر، هيجي لان ده قطاع خاص مش هيخسر. ايوه ده برضو من القرارات اللي يعني مش عجباني قوي في اللي عملوه. الحكومة بتتكلم دايما على رقم، وده انا يهمني قوي ان انا اركز فيه. الحقيقه رقم في غايه السوء عن الكباسيتي. هي بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا عايزين نعمل انستول 10,000 ميجا وات سولار باور بلانت و 5,000 ميجا وات ويند باور بلانت. الويند 2020 باي 2020 دي امتى؟ يعني كمان 5 سنين. ان الارقام اللي هم بيقولوها دي خيالات، لان احنا النهارده من زمان وهم كانوا عاملين خطه انه 20% من الطاقه المتجدده في 2020 تكون من الطاقه المتجدده، وبصوره خاصه وقتها قالوا الشمس والرياح. الشمس والرياح والمائي. المائي ثابت فهيكون 8%، يبقى 12% الرياح والشمس. الشمس ما وقتها ما قالوش الكلام ده من 3 سنين ولا حاجه، ما جابوش سيره الشمس، قالوا 7200 ميجا وات في 2020. احنا عندنا منهم كام؟ 550 ميجا وات في الزعفرانه، 545 و5 ميجا وات في لا مش سخنه، الغردقه. وعندنا بالنسبه للشمسي يا دوب في الكريمات عملوا 20 ميجا وات. تعال بقى نمسك في هفضل ايه، لا ده يمكن يوصلوا للارقام دي اللي هي 10,000 ميجا وات شمس و5,000 رياح. هو ايه دي، ودي بقى الحاجه يعني معلش هقولها بقى دلوقتي، لان هو ايه الفرق بين القدره اللي هي اقصى كهرباء ممكن تطلع من محطه وبين الطاقه، الطاقه اللي انت بتستهلكها مع الوقت، النور اللي بيولع مثلا ساعه ولا ساعتين. انا بالنسبه لي اللي يهمني الطاقه وليس القدره، القدره ده عامل اخر ثانوي يعني، او مش عامل هو ده اللي انا بدفع ثمنه. انا بدفع ثمن كهرباء كيلو وات اور، كيلو وات في اور. هو بقى بيجي يتكلم على الكيلو وات بس، كان الطاقه الشمسيه دي ثابته بشكل مستمر. انا افرج الكيرف ده، والكيرف ده من اهم الكيرفات ده بالالوان لو انت يعني تحب. الكيرف ده بيتكلم على الطاقه الشمسيه والرياح تقريبا يعني، بس الرياح عشوائي اكتر من ده، والطاقه النوويه. الكيرف ده بص
انت النهارده الطاقه الشمسيه دي اذا افترضنا مثلا انت بتاخد فوتوفولتايك سيل اللي هو النوع اللي هو خلايا الكهربائيه وتحطيته مثلا فوق السطوح ولا باي حاجه، الشمس مش موجوده ال 24 ساعه، بتيجي لحد الصبح بتاع 5 6 دي تنور كلام فارغ، نور ضعيف يزيد 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 لحد ما يوصل مثلا ساعه 2 3 يوصل الاقصى اللي هي الاقصى دي ويرجع تاني ينزل الساعه 5 الدنيا بتكون ضلمه سودة. لما تيجي تحسبها طب عملت تخزين لا لا ما انا هقول لك هقول لك تاني. المهم انا 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 ماليش دعوه بالتخزين، ممكن روف يكلمك عنه، لكن انا دلوقتي بتكلم على اللي في النهايه اللي هيطلع من الخلايا دي قد ايه. التخزين ده بياخد جزء من اللي طالع من الـ من الاريا دي اللي هي اندر ذا كيرف وبيخزن جزء منها. هيضعفه برضه؟ لا مش هيغير حاجه. هي هي يعني ده مثلا لو انا بتكلم على 1000 ميجا وات ده هيبقى 200 ميجا وات في الوقت اللي بتكلم، يعني هي هي الاريا مش هتتغير. هاخد من ال 200 دول شويه اخزن بيهم 100 و100 تانيين عشان اوضب بين الصبح وبالليل ماشي. ده موضوع مش هغير ان 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 ال 1000 ميجا وات دي الحقيقي بتاعها هي 200. فلما يجي يقول لي 10000 ميجا وات طاقه شمسيه اقول له لا انت بتتكلم على 2000 ميجا وات كونتينيوس مستمر. طاقه نوويه مستمره زي ما انت شايف الكيرف اهو. ده رقم مستمر. الطاقه النوويه بتقعد المفاعل 60 سنه كل سنه الى سنتين بيتقفل ويتفت لمده شهر يغير فيه الوقود، جزء من الوقود بتاعه بيغيره ويرجعه تاني. فبص كده اهو شايف ده ماشي ازاي، خط مستمر 1000 مثلا و400 ميجا وات او 1200 ميجا وات المحطه الواحده، تبقى ارقام كبيره ازاي وشغاله على طول. يبقى في الواقع المحطه النوويه الواحده 5 مرات المحطه الشمسيه او الرياح. فده دي دي نقطه مع الاسف القياده في مصر ما كانتش فاهمها كويس. ومن ناحيه التكلفه هاجي لك بقى بالتكلفه دي، ده الكيرف اللي تحت معلش يا روبي انا بسيب لك كتير بس هخلص دي وهقف حقيقي، يعني هخلص دي وهروح مطعم ممكن. الرئيس السيسي اشتكى مره وقال ان احنا عشان نحل المشاكل الطاقه محتاج ان انا اعمل محطه 1000 ميجا وات بالغاز الطبيعي. قال ان هي دي هتتكلف مليار دولار وهتاخد وقود ما بين 750 مليون دولار الى مليار دولار كمان الى 1000 مليون مليار دولار كل سنه، يعني مليار نقول كده اربطهم يبقى مليار ومليار. بص بقى لو انا هبتدي اعمل محطه اللي هي الازرق الزرقاء دي، محطه طاقه بالغاز اللي هي طاقه حراريه بالغاز الطبيعي، بعد سنه هيبتدي انتاجها، دفعت مليار هنا هاخد مليار عشان السنه الثانيه مليار الثالثه مليار الرابعه، بعد 4 سنين 4-5 مليار. طب المحطه النوويه بعد 4 سنين المحطه النوويه بتاخد 4 مليار تكلفتها 4 مليار تاخد قد ايه؟ 4 سنين من ساعه لحظه البناء، 4 سنين هي الحمراء. الطاقه بتاعها في حدود 1000 هثبت 1000 1000 هنا بنتكلم على 1000 هنا ستاندرد 1000 هنا و1000 هنا. تعالى بعد الاربع سنين هيكون كلفتني كام بقى المحطه النوويه؟ وهبتدي بعدها بسنه احط وقود فيها ب 25 مليون دولار، ده يعتبر صفر بالنسبه للمليارات اللي احنا بنتكلم، لا يذكر الرقم. يبقى انا بعد 5 سنين هبتدي اخد الطاقه النوويه شبه مجانا. بص بقى كل سنه او سنتين حتى احيانا هوقف المفاعل زي ما بقول حاجه صغيره واروح حاطط 25 مليون دولار. ها 25 مليون مش 1000 مليون دولار. يبقى انا بص الكيرف طالع ازاي، يبقى احنا هيتخرب بيتنا لو استمريت في موضوع الغاز الطبيعي ده. ده لو في غاز استورده. لا انا مش هتكلم على ان في غاز في مصر، لا ما فيش غاز في مصر دي اكيد. لا ده لو ما في لو في غاز، لان على فكره استيراد الغاز من الخارج ده مشكله اخرى. ده لابد احدى ازمات مصر بسبب الصيف ده، ان مصر كانت السنه اللي قبلها اللي هو 2013
30 يونيو وإلخ، الإمارات عاونتنا مش بس بالستة مليار ده، هي عاولتنا أساسا بالغاز الطبيعي وحولت مراكب وبتاع وجات على مصر عشان نلحق الدور في مصر، ولحقناه فعلا بسبب المعونة الرهيبة للإمارات. 2014 ما رديتش تكمل خلاص، ما هو مش معقولة ده. لسه النهاردة في المؤتمر اللي أنا كنت فيه ده واحد قال إن الإمارات من الخليج، قال إن الإمارات عاونت مصر بعشرين مليار دولار خلال السنة ونص دي، مش الإمارات بس، الإمارات والسعودية لا والكويت، الدول الخليج عاونت مصر بعشرين مليار دولار، تخيل الرقم ده دي يعني، فكتر خيرهم يعني. لكن مش هي حضرتك قارنت لنا النووي بالغازي طب الشمسي بقى كأسعار؟ طب ماشي خليه هو بقى يقول الشمسي. بس انا بقول لك دكتور سي دخل الغازي ما كلمش عن النووي بس، فكانت فرصه يقارن بقى الثلاث حاجات. لا انا عملت كله بس محط عموما انا حاجه لو انتوا عايزين اكمل بسرعه، قرارات مجلس الوزراء